إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صلي على محمد. وكرة من جانبي ممتازة جدا عند التوامبا. الله 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 هدف للدبابة، هدف للدبابة. توامبا يسجل، توامبا يسجل، توامبا خطير، توامبا خطير في الثم دائما. يا سلام يا تعاون، يا سلام يا تعاون. شوف بشوف حط، يا سلام. اوه يا توامبا صوب كرة وارتطم. يمرر برادريت جميلة وخطيرة. هدف التعادل للأهلي، هدف التعادل. حطها الحسن الداو، هدف علاوي، هدف التعادل. لكن لعبة جميلة، لعبة جميلة جميلة من جانب برادريتش. حط الكرة، شوف. اولا 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 برادريتش حط الكرة بشكل جميل عند الحسن وباولينيو، وباولينيو مباشرة في المرمى. تيب والكسندر يوزع. جول 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 صالح، جول محمد صالح، جول. يا عيني على هذا الفنان، ويا عيني على هذا الاداء الجنوني. ابداع، جلال، جمال. يلعب يا محمد يا سيد الرجال، اي متعه. فابينو جول، جول فابينو جول، فابينو جول، السنسان جول، السنسان جول. الهدف الثاني لليفربول الناري في هذه المباراة هو أرنولد، الهدف رقم 36. أدي والكالتالا جول، جول ماني، جول ماني، جول ماني، جول. اخيرا وليس اخيرا، اسد تيرنجا هو يكسب المعركة. ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني. الهدف الثالث لليفربول. هو الاقرب، ها كان، هو الاقرب، ها كان، هو الاقرب، ها كان. لا 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 لا، ليس ها كان، ليس هكان، وإنما دي ماركو الرائع. دي ماركو، دي ماركو، دي ماركو. ما هذه القدم اليسرى؟ يا على الهدف الرائع لإنتر ميلانو بقدم فيدريكو دي ماركو. أوه، ما هذا الهدف، ما هذا الهدف الرائع. هدف رائع، رائع بالفعل، وبداية رائعة ومثالية. تعادل، التعادل، التعادل، التعادل الذي جعل هاندانوفيتش لا يحرك ساكنا، لا يحرك ساكنا. لا لا لا، مش معقول. كرة بالفعل غيرت سيرها وهاندانوفيتش لم يتابعها إلا بالنظر. الهدف سجله مايا يوشيدا. الله، ما أجمل هذا الهدف. يا لعيب يا باريلا، يا لعيب، يا لعيب، يا لعيب. نعم، نيكولو باريلا يصنع هدفا رائعا ونهاية مثالية من لوتارو مارتينيز في شباك أوديرو قبل لحظات من نهاية الشوط الأول. قلت أن إنتر قادر على التقدم يا خطورة، والعرضية، 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 هي. الله الله على أوجيلو، الله على أوجيلو. ما هذا الهدف، الله على أوجيلو. سامدوريا يتعادل بهدف، وأي هدف. اليوم إحنا محظوظين، اليوم بالفعل الحظ يملأنا، لأننا نشاهد أهدافا من العيار الثقيل جدا. أهداف جميلة جميلة جميلة، ثلاث أهداف من الأهداف المزيكا اللي بالفعل المنصة اللي كان يظهر خلف لا جول، لا جول، لا جول. توماس
الماتش يتعلق لفريق الاسبانيول بروعة. كان صاحب التسديدة منذ حين التي صدى ايان اوبلاك وهو برأسية يفتح مجال التسجيل للاسبانيول. راول دو توماش يسجل اول اهداف الاسبانيول هذا الموسم بعد اربع مباريات. دو توماش يسجل هدف ولا اروع بالراس، خلى الحارس يان اوبلاك يتفرج على هذه يا كاراسكو ضيعتها، وكاراسكو جول بصعوبة ولكن بروعة من قبل يانيك كاراسكو يعدل النتيجة لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة 79 من عمر المباراة. صاحب 6 أهداف الموسم الماضي يسجل أول هدف له هذا الموسم عند المباراة 4، هدف فيه الكثير من الإصرار. يقدر رجعت له لومار، لومار با 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 فعلها لومار في الدقيقة 99. نعم هو الأفضل، نعم هو صانع الفارق، نعم هو الذي غير وجه أتلتيكو مدريد في هذا الشوط الثاني. هو الذي جاء بالكرة، استند على كاراسكو، استلمها داخل منطقة العمليات باليسرى وباليمنى سددها وسجل الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد. صلي على محمد. بسم الله، النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للسلطة، سلطة الحمص بطريقة سهلة وبسيطة، طعمها حلو ان شاء الله تعجبكم. مقادير بسيطة طعمها حلو في الاخر، تتاخد كم كوبلات جنب الاكل ان شاء الله تعجبكم. هنعوز ايه في الوصفة؟ هعوز معايا الحمص يكون مسلوق مستوي كويس، ومعايا فلفل حامي، ومعايا ثوم وعصير ليمون وملح وزيت. باخد المكونات دي كلها زي ما قلت لكم مع بعض في المطحنه او في الكبه براحتكم زي ما تحبوا، ومعاهم زيت بضربهم في الخلاط كويس، وبعد كده بنقدمهم بالشكل الحلو ده. مش هتاخد معانا وقت خالص، وسريعه وطعمها حلو، تنفع في فطار في عشاء، تاخد جنب اكلات في الغدا جنب الوجبات. ان شاء الله وصفه تعجبكم، طعمها حلو زي ما قلت لكم، كم مقبلات جنب الاكل، ومكوناتها بسيطه اللي هي عباره عن الحمص والفلفل والثوم والزيت والليمون والملح بس، مش اكتر من كده. حابين تضيفوا ليها زبادي تمام، مش حابين خلاص هي كده. جميله جدا وطعمها حلو، هتعجبكم ان شاء الله. احنا قلنا الوصفه مع بعض، هنعملها دلوقتي ان شاء الله عملي مع بعض. لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو بتاعكم. لو في اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم ان شاء الله. يلا بينا نعمل مع بعض سلطه الحمص بطريقه سهله وبسيطه وطعمها حلو ومش مكلفه، هتعجبكم ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.